it's a problem. الحمام خرافي. Pink, purple, أحمر. لقوا أحد ميت بهذا البارك. Hi, welcome back to my channel. اليوم شعري بدون الهيرباند مالتي. أنا مو بسيارتي. قصة كلش طويلة. فأروح أركض. أخلص الركض مالتي وأرجع لكم. خلصت ركض، تمت المهمة بنجاح. ما تعبت هواية بصراحة. الجو كلش حار بس اتس اوكي. عادي. بس لازم ارجع للبيت اسبح لان عندي ايفنت اريد اروح لها. اوبن هاوس وحده من صديقاتي بالشغل هم ريالتر عقاريه مسويته، فاريد اروح اشوفه لان مو هوايه اروح لذيك المنطقه. فقلت واي نوت خلي اروح اليوم. شوفوا هذا الحليب يذكرني بالحليب من كنت صغيره بالعراق. كان اكو حليب يحطوه بهيك علب زجاجيه ويكون مطعم، كان بالشوكليت بالستروبري وكان بالبنانا. هذا لقيته لسه موجود بالاتش بي ومكتوب عليه 1836 فارمز. سو اتوقع هذا يعني من زمان وهسه قاموا يوفروه بالمحلات، بس هو لوكال يعني ميد ان تكساس، كل شيء ان تكساس، كلش طيب طعمه. سو بين ما اسوي السموذي راح اشرب حليب. هيجي اشياء نوستالجيك، يو نو، تذكركم بالطفوله، الريحه، الطعم، الذكريات اللي تصير هيجي فلاشز. anyway سوي السموذي. Frozen berries لازم أكسرهم بهاي الطريقة. و that's it. سبينار. هسه I'm gonna go take a shower and drink my smoothie in the shower. خلصت من حمامي، هسه راح ابلش احط وياكم مكياجي ووراها ممكن اسوي شعري ممكن ما اسوي. anyway خلي احكيكم شنو صار وياي قبل يومين. دا اطلع من البيت دا اروح للشغل، عندي موعد، وقعت واقعه بالقع مو طبيعيه يعني من باب البيت وقريبه. فاحنا عندنا سكيورتي كاميراز وشفت الوقعه وهسه راح احط لكم كليب. حجرايه صغيرونه كانت على القاع وخلت التوازن مالتي وقعت. بس انا بنفس الوقت كنت لابسه حذاء بلاتفورم، حطيت هذا الاس بي اف اللي شويونه بي تنت على وجهي، ما اريد احط مكياج ثقيل بصراحه. حاطه البانديت لانه الجرح كلش عميق ومتشخط، عرفتوا؟ بس من حاطه البانديت تساعد انه ما يتاذى وما تطخ بيه اشياء، فهوبفلي ينشف بسرعة ويطيب. بس yeah it's شوية عليا غشاء ما أريد أقربه. it's a little bit disgusting. السوائل دي تطلع من الجرح. ف خلص الحمد لله عدت على هيك وما تكسر بيا شيء. بصراحة أني من يصير وياي هيك شيء أكون كلش thankful وراها إنه شخطات دم بسيط بس ما تكسر بيا أي شيء، كان ممكن تكون أسوأ. فتعالوا نحط مكياج. طبعا مرات تجيني أسئلة من عندكم، ثريا ايش عجب ما تستخدمين التيك توك، تفتحين التيك توك المشاهدات مالتك تزيد، العالم كليته تستخدم التيك توك، ليش ما تستخدمي؟ أنا الآب كليته ما أحبه بصراحة. وحتى من سويت التيك توك مالتي سويته بس الفترة من أول ما صار التيك توك وصارت الدانسز
والتشالنجز وكل العالم was doing تيك توك for fun. أنا هم كنت أسويه for fun. بس هسه مال إنه أستخدم التيك توك social media platform بصراحة I'm not interested. أنا أحب الإنستغرام كلش هواية للاستخدام اليومي، وحتى أنزل صور بيه وأنزل الفيديوهات بيه، واستخدم اليوتيوب to chat with you guys حتى أسولف وياكم وأحكي وياكم وتتعرفون علي أكثر وتشوفون شنو أسوي بيومي بفيديو فورم. أحب اليوتيوب كلش هواية، ما تعلقت بالتيك توك أبد من استخدمته، فلذلك ماكو داعي أحس إلي. يعني مو معناها العالم كليتها تستخدم التيك توك لازم أنا هم أستخدم التيك توك، ما يعني ما عندي أي interest إنه أستخدمه. المهم علاقتي بالتيك توك is not that great، بس it's there، اللي يحب يستخدمه يستخدمه، اللي ما يحب يستخدمه ما راح يستخدمه. دا أستخدم هذا الأويل مع الشعر من جزو، it's so good، وأحس الصدوق يفيد الشعر، you know. أويل طبيعي وريحته كلش طبيعية، يعني almost ما تشموها. كلش هواية أحب البرودكتس مال الشعر اللي تكون ريحتهم خفيفة مو كلش قوية، عرفتوا؟ الفتشي الجديد اللي دا أسويه بمكياجي هسه حاليا ودا أشوف إنه الفرق كلش حلو وطبيعي، إنه أضيف مسكارة مال حواجب على حواجبي حتى أملي الفراغات بيها. دا أستخدم هذه من NYX، اللون اللي دا أستخدمه هو بلاك، طبعا عندهم أكثر من شيد، وتكون المسكارة بيها شعيرات خفيفة حتى تثخن من الحواجب وتضيف لون بنفس الوقت. So تشوفون هسه حواجبي شلون؟ اكو فراغات بيها، من احط المسكارة تنترس الفراغات كأنه دا اسوي رسم بس بالبرش. تشوفون شلون من قدام انترس الفراغ وصار الحاجب كامل اكثر، خاصة على الأجز. مرات تصير هواية فلازم تقللون من الكمية اللي دا تستخدموها، بس اني دائما بمقدمة حواجبي عندي فراغات، فهذا كلش يساعد انه يترس الفراغات بشكل كلش طبيعي. وهنا أنا عندي فراغ هم احاول اترسه. I love it بصراحة، يساعد كلش هواية وسريع بالاستخدام وشكله كلش حلو وطبيعي، واذا تخربطون تقدرون تصلحوها بسهولة. راح نسوي الشعر بهالطريقة، راح انزل هذي وراح انزل هذي ونربط الشعر. حطيت هذه القراصة بهالطريقة، نضيف هذه الكف، حركة للأذن هيجي، يس. وهذا هو اللوك، بصراحة كلش هواية حبيته، لوك بسيط سريع وفرش. المكياج اللي على الوجه كلش بسيط، اكثر شيء تركيز العيون والشفايف. خلينا نبدل. هذا هو التوب اللي لبسته وحطيت وياهم هذولي البانس، البنطلون جينز، بس مو بنطلون كامل مثل ما تشوفون، شوي هنا قصير. راح احط هذا الشوز لان باعوا الكعب مالته شقد صغير، كلش قصير الكعب. سو فينتج جافنشي، I love it. راح البس هي هذه الشحاطة و that's it. احس انه ابسط شيء ويا هذا الاوتفيت، والاوتفيت كلش صباحي حلو وبسيط، والحركة مالته كليتها بالتوب لان تشوفون الديتيلز مالته. I love it. حطيت وياهم هذول المحابس and we are ready to go. طبعا منا العشر دقائق شعري اكيد راح ينشف بهذه الحراره وياها الهواء مال اي سي، وهاي عندي 30 دقيقه سياقه لحد ما اوصل للمكان. ف that's what we're doing. تشوفون الازدحام، طريق الروحه طريق الرجعه، احطها بس بالنص. يعني
طبعا انا قاعد احكي وياكم من مكان احنا بنص الداون تاون بيسكلي. اربع دقائق تكونون بالداون تاون ويبيعون هذه البيوت. Hello, that's me. بس باعوا الحمام. الحمام خرافي. تشوفون هذا كليته التب الشاور وتنسد هذه الباب وعندكم هذا الحمام كامل وهذه الروم. خلصت الايفنت. هذولي هم الاوبن هاوسز. هذا البيت وذاك البيت الوراية. شفتهم، شفت صديقتي، أكلت شوية هيك سناكس، وهسة أريد أروح أشتري نواقص. بصراحة أريد أروح على سفورا، أريد أشتري مقشر مال بشرة مالتي خلصان، وأريد أروح على هول فودز هم أشتري أشياء. سو طبعاً المنطقة كلش جديدة هسة، يلا بلشت تتجدد. مثل ما تشوفون هذا البيت قديم وراية، ذاك البيت الشارع أكثر قديم، فشوي شوي دا تتجدد المنطقة. هنا عندنا هيك أماكن، وخاصة القريبة على الداون تاون كانت متروكة قبل، وهسه من قام يزيد العدد مال العالم اللي يجون التكساس وخاصة بهيوستن يفضلون يعيشون بالداون تاون. سو هذا اللي دا يصير هسه حاليا، من عالم تزيد يبلشون يهتمون بالأماكن اللي كانت متروكة ودا يسوون بها بناء جديد. فدا تشوفون هذا البناء قديم وراية، وذاك هو البناء الجديد، أكثر الشوارع اللي مدار مدايري هيك هسه حاليا. وصلت على السفورة. هلو، هاي. راح اخذ من هذا الكريم، مستخدمته قبل وكلش هواية حابته. جيت اليوم على السفورة بسبب هذا. الحيرة بتوين هذولي الأربن ديكاي السيرينج سبرايز مالتهم. كل ما اجي احير وكل مرة انسى اي واحد اني اكثر واحد حابه. It's a problem. فدا افكر اخذ هذا الاول نايتر، بس أنا ما أحب المات فينيش بالمكياج دائماً، بس خلاص رح أخذ هذا. كلش قليل أروح السفورة، ومن أروح أختار بس الأشياء اللي صدق أحتاجها، لأنه إذا أشيل يمنى ويسرى ممكن حسابي يصير $1,000 easily. أنا ويا الأشياء اللي أحتاجها ومرات أوصل $500، تخيلوا. هاي بس الأشياء اللي أحتاجها واستخدام، يعني دائماً أستخدمهم بدون تبذير فلوس. So مكياج سكين كير غالي، بس بصراحه كلش هوايه احبه. واحنا البنات احس يطلعون من عندنا كومه فلوس الشركات، لان نشتري هدوم، نشتري مكياج، نشتري سكين كير، نشتري عطور، نشتري لوشنز، نشتري احذيه. دائما من الولد كل شيء ما يطلعون، بعض الولد. جيت على ستاربكس، مع انه هو مو مكاني المفضل للقهوه، بس اسرع شيء على طريقي، لأن هم ورايا سياقة وهم ورايا مسواق. Hello, can I get one ice latte with oat milk? هسه فد شوية أريد أحكي لكم فد شيء. بصراحة كل شيء ضوج، بس ما أريد أحكي. ممكن يفتهمون كلمة كلمتين من اللي أقوله، لأن ما لها تفسير بالعربي، فما اريد احكي قدامهم وفاتحين الشباك وممكن يسمعوني. خلي اقول لكم شنو اللي يضوجني. هسه اني طلبت to go okay drive through coffee. ليش دا اعطي تيب؟ For what؟ ليش دا تسالوني اعطينا تيب؟ طبعا راسا اسوي نو، ما اعطي تيب، لانه ما لها معنى. انتم كل شغلكم دا تسووا لي قهوه، على شنو دا اعطي تيب؟ ما دا تجيبوا لي اكلي، ما دا تنظفوا لي الميز، ما دا ترجعون تعبوا لي مي وتجيبوا لي الدرينكس مالتي واقعد، يعني I'm not sitting down. فليش دا اعطي تيب؟ What؟ خلصت الرنت مالتي. بس seriously guys، اذا انتو احد مثلا يفشلكم او يحرجكم انه تعطون تيب، وانتو دا تشوفون انه فتشي ما إله داعي تعطون تيب، لا تعطون تيب. انا قمت اسوي هيجي لانه ما إله داعي. هاي السيارة ما بيها مالتي القاعدة مال التليفون، بس thank god التليفون مالتي اقدر ألزقه بكل مكان، فاقدر احطه على السكرين، اقدر احطه فوق السكرين، والسكرين is so big. واو، I love it. هاي العلامة مال محرم.
رجعت للبيت وراح افتح وياكم هذا الامازون بوكس والاشياء اللي اشتريتهم من سفورا. اول شيء اريد افتح وياكم هذا الامازون بوكس. طلبت من عندهم هذا اللايت LED lights، استخدمهم من اريد اخذ صور بالليل، اريد اصور بالليل او مكان ما بي اضاءه زينه، احتاج ضوء كلش قوي، يعني اريد الصورة تبين انه الصدق واضحة. جبته، احتاجه دائما، يعني for sure for sure. تشوفون ايش كبرها؟ It's so big. I love it. اصور مشحون، خلي نشوف اذا مشحون لولا. تعالوا نزيده اكثر شيء، البرايتنس اصفر all the way ابيض. It's so strong، يعني باع ويا الاضاءه الطبيعيه. واو، كلش هوايه ضوء، حجمه كلش كبير. I love. جبت من عندهم هذا الريتنول، صار لي 3 سنين استخدمه، كل ما يخلص اجيب من عنده بس غيره. والباكج مالتهم نفس البراند، اسمها ليلي انا، موجود على مالتي الامازون ستور. كل شيء اوصيه من الامازون راح يكون موجود على الامازون ستور مالتي، واترك لكم اياها دائما بالديسكربشن بوكس، لانه بصراحه انسى شنو اوصي من الامازون. تقريبا 3/4 الاشياء اللي اوصيها تطلع من الامازون، ف الامازون ستور فرونت سيفز ايفريثينج، عرفتوا؟ للعالم اللي انترستد ان وات اي باي. وهذا الشيء الثاني اللي جبته من امازون فور سكين كير، هذا تقريبا كل شهر اشتري واحد. I love this so much، وهم صار لي سنين استخدمه والريفيوز مالته كلها زينه. خلي اشوف لكم شنو جبت من سفورا. جبت هذا من سفورا، طبعا اني رحت سفورا حتى اجيب هذا. هذا المقشر من وشفول بين يوم ويوم استخدمه، لان مقشر خفيف يخبل. جبت من سفورا هذا الفيس كريم موسترايزر، طبعا مستخدمته قبل، خلصته كلش هوايه حبيته، بشرتي حبيته، بس كان عندي كوما موسترايزرز فخلصتهم، يلا رجعت اشتريته، اسمه تايجر جراس كريم. جبت هذا السيتنج سبراي من اربن ديكاي، قررت اخذ الاول نايتر، ولو اني كلش قليل استخدم سيتنج سبراي، بس قلت خلاص ما دام اني جايبه خلي اجيب هذا، مستخدمته قبل وحابته قبل، ف جبت هذا السيتنج سبراي. جبت هذه الليب جلو من ديور، ما ادري اذا راح احبه لو لا بصراحه. الجلو مالته كلش حلو، وبصراحة هاي أول مرة أجربهم، وكوما عالم تقول الليب جلو مال ديور كلش زين، فقلت واي نوت خلي أجربه. وجبت هذا قلم الحمرة من رير بيوتي، أول مرة أستخدم هذه البراند مال سيلينا جوميز الصوار. اللون اللي أخذته اسمه وايز، باع الباكجينج مال قلم ايش قد حلو، كلش هواية حبيت اللون والباكجينج مالته، ما يحتاج أقطه. That's very important، لأن مرات ما تكون عندي شاربنر، ما عندي مقطاطة وياي، فهذا ما يحتاج مقطاطة، you know. ومثل ما تشوفون اللون شويونة على براون، لأن أنا أحب بالتحديد دائما لونه يكون شويونة أغمق أو هواية أغمق، بس المهم يكون أغمق من لون الشفة. طبعا جربته بالمحل وكلش هواية حبيته، so I know I'm gonna like it. وآخر برودكت اللي هو هذا الميني باودر بوف، بصراحة كنت أتمنى يحطون بوف وياه، يعني ثاني شو أسوي هيك؟ لازم آخذ وياي بوف وتكون وياي موجودة بالجنطة، لأنه يعني شلون؟ أوكي I can do this maybe، أقدر أستخدم إصبعي، بس it's not clean you know. طبعا تشوفون هذا البوكس، باعوا الأشياء اللي بيه، هاي كليتها بس الأشياء اللي فتحتهم وياكم كليتها هنا، انترس البوكس من البوكسز. You know what I mean? Well, that's it guys. رح انهي وياكم الفيديو هنا. اتمنى حبيتوا هذا الفيديو. اتمنى تونستوا وياي. قضيتوا وقت وغيرتوا جو. لا تنسون تسوون thumbs up وسبسكرايب. وثانك يو لكل واحد already مسوي سبسكرايب، already يسوي لي thumbs up. اني احبكم كلش هواية، واشوفكم على المرة الجاية.